بس حدا من الزملاء إذا الصوت واضح يقول لي بعد إذنكم. أو الأغلبية حضرتنا اليوم المداواة السريرية راح نبدأ بالداء السكري بالمحاضرة الأولى، هل الصوت واضح بالنسبة لكم؟ واضح واضح يا دكتور، تمام. شكرا جزيلا. في الحقيقة الزملاء الأعزاء، الداء السكري هو من يعني من أشياء الأمراض الاستقلابية والغدية، والداء السكري من الأمراض الهامة جدا، ويجب التعرف إلى آلية الداء السكري ونسبة انتشاره، وما هي الأدوية الأساسية الهامة التي يتم استخدامها لتدبير الداء السكري صاحب الانتشار الواسع والاختلاطات العديدة بأنماطه وأنواعه المختلفة التي تصيب الإنسان بدءا من مرحلة حديث الولادة وحتى مرحلة الكهولة المتأخرة بنسب معينة ومتفاوتة يمكن الاطلاع عليها خلال سياق المحاضرة. فما هو الداء السكري؟ الزملاء الأعزاء، هو اضطراب استقلابي متعدد الأسباب يميز بارتفاع مزمن في سكر الدم الصيامي يعني على الريق إلى 126 ملغ بالديسلتر أو أكثر، وهو مرض مزمن يؤدي لاضطراب وقصور في وظائف الأجهزة والأعضاء المختلفة في العضوية. بينجم بشكل أساسي عن اضطرابات وخلل بتنظيم سكر الدم، في مشكلة بالأورجانيزيشن تبع جلوكوز، فبصير عندنا هايبر جلايسيميا، فرط في سكر الدم، إما يكون الخلل في الإفراز أو يكون الخلل في العمل. فخلل في إفراز الأنسولين من خلايا بيتا في جزر لانجرهانس في البنكرياس، أو خلل في عملها في عمل هرمون أو خميرة الأنسولين بسبب مقاومة أو نقص حساسية المستقبلات للأنسولين. وأيضا قد ينجم عن اجتماع كلا السببين السابقين، خلل في إفراز الأنسولين وخلل في عمله كمقاومة أو نقص حساسيته للمستقبلات. انتشار الداء السكري حقيقة، الداء السكري أخذ في الازدياد في معظم أرجاء العالم وخاصة في منطقة الإمرو ومنطقة الخليج العربي وكذلك في منطقة إفريقيا، جنوب إفريقيا، وأيضا في جنوب شرق آسيا. الأسباب متعددة وأغلبها يتعلق بالنمط الغذائي غير الصحي، ومنها ما يتعلق بالاستعداد الوراثي، الاستعداد العائلي، الاضطرابات الاستقلابية والاضطرابات الجينية الوراثية. هذه المخططات هي الاطلاع حيث نلحظ فيها معدل انتشار الداء السكري وهو البريفالنس. الأمراض المزمنة نقول عنها انتشار مثل البريفالنس، مثل مثلا السل والداء السكري والأمراض الرئوية المزمنة، هذا بريفالنس. أما الأمراض الحادة مثل الأمراض الإنتانية مثل الحصبة فنقول عنها انسيدنس، معدل الحدوث، لأنها أمراض حادة. أما الأمراض المزمنة فلها معدل انتشار. الصوت واضح بالنسبة لكم زملاء؟ ممكن أسمع تمام تعليقكم؟ دكتور، تمام. شكرا جزيلا. وأيضا سياق المحاضرة واضح بالنسبة لكم المشاركة. ننتقل شغال إلى Classification of Diabetes Mellitus. حقيقة يصنف الداء السكري إلى أربعة تصنيفات أساسية. الأول وهو الداء السكري من النمط الأول، الثاني هو الداء السكري من النمط الثاني، الثالث هو الداء السكري الحملي، والرابع هو الداء السكري الناجم عن أسباب أخرى متعددة. الداء السكري من النمط الأول، وكان يدعى الداء السكري المعتمد على الأنسولين Independent on Insulin Diabetes Mellitus، ويشكل 5 إلى 10% من المصابين بالداء السكري. أما الداء السكري الثاني من النمط الثاني كان يدعى غير المعتمد على الأنسولين، ويشكل vast majority النسبة الأكبر من المصابين بالداء السكري، وهي تشكل حوالي 90%.
أما الداء السكري الحملي فهو يصيب النساء الحوامل في فترة الحمل ويدعى من السكري من النمط الثالث. أما النمط الرابع فهو الداء السكري الناجم عن أسباب أخرى جينية أو غدية أو دوائية أو إنتانية أو مناعية. بالنسبة للنمط أو الداء السكري دي السبب الرابع الناجم عن أسباب أخرى، وعرجوا على بعض الأسباب وهي هامة نسبيا. أهم واحد هو نمط المودي أو نمط السكري الذي يسمى maturity onset diabetes of the young، ويوجد فيه خلل في العديد من الصبغيات، وله 6 أنماط معروفة حتى الآن بسبب خلل في وظيفة الخلايا، خلايا بيتا والخلايا المفرزة للإنسولين. النمط الثاني وهو ذو اضطراب استقلابي يدعى النمط A من مقاومة الإنسولين، ويحدث فيه اضطراب على مستوى ليبواتروفيك دايابيتس. النمط الثالث أو C فهو عبارة عن خلل في خلايا البنكرياس الخارجية الإفراز أو خارجية الإفراز بعد حدوث التهاب للبنكرياس أو رد على البنكرياس أو استئصال البنكرياس أو الجزء المفرز منه، أو وجود التنشؤات الورمية إضافة لوجود الداء الليفي الكي سي سيستيك فايبروسيس، وأيضا داء الصباغ الدموي هيموكروماتوسيس. الأسباب الأخرى أيضا رابعها هو اضطراب استقلابي كحدوث ضخامة النهايات أكروميجالي أو متلازمة كوشينج سيندروم، وأيضا جلوكانوما، وأيضا فيوكروموسايتوما وفرط الدرق، وأيضا فرط إفراز هرمون النمو، وأسباب أخرى متعلقة بالأمور والاحتلالات الغدية. التصنيف E وهو تصنيف دوائي أو كيميائي يتعلق بوجود استيرويدات القشرية وهرمونات الدرق وأيضا مضخيات الغدة الكظرية والمديرات الثيازيدية والتداخلات مع الانترفيرون. النمط F وهو يتعلق بالإنتانات بشكل أساسي، إنتانات خلقية قد تكون على مستوى التورتش وهي كونجنتال روبيلا سيندروم وسيكوميكال فيروس CMV والحصبة الألمانية، الفيروس المضخم للخلايا والحصبة الألمانية قد يكون لها تداخلات بحدوث أنماط متعددة من الداء السكري خاصة عند حديث الولادة أو فترة الرضاعة الباكرة. أيضا هناك ما يسمى متلازمة ستيفمان سيندروم، وهي عبارة عن داء سكري متوسط مناعيا وله أشكال متعددة، ويوجد فيه أضداد مضادة لمستقبلات الإنسولين. النمط H وتحدث فيه اضطرابات استقلابية ومتلازمات جينية قد تترافق مع الداء السكري مثل متلازمة داون ومتلازمة كلاين فلتر وتيرنر سيندروم ورنح فريدريخ وأيضا رقص هانتينغتون، إضافة إلى مايوتونيك ديستروفي الحثل المقوي العضلي والبورفيريا ومتلازمة برادر ويلي التي يكون فيها حقيقة اضطرابات استقلابية متعددة، أهمها هو اضطرابات السكر، ومن مظاهرها السريرية المميزة يكون الطفل لديه تخلف عقلي mental retardation وقصور الأقناد التناسلية أيضا، ويكون مفرط الجوع وذو العينين اللوزيتين. هاي الأنماط اللي تحدثنا عنها من A حتى H، هاي الأنماط كثيرا ما يغفل عنها في التشخيص بشكل عام، وذلك لعدم وجود الاستقصاءات المناسبة في منطقتنا، ولكنها أنماط موجودة وكثير ما يغفل عنها، ويشخص الداء السكري على أنه النمط الأول أو قد يكون النمط الثاني بوجود خلل بعدم دراسة هذه الأسباب. لذلك عند تشخيص الداء السكري لابد من تحري واستقصاء الأسباب المحتملة لحدوثه من هذه الأسباب المتعددة. هناك مقارنة هامة كثيرا ما يتم إجراؤها في الدراسات السريرية والدراسات الإحصائية، وهي دراسة كثيرا ما تخطر ببالنا كأطباء أنه ما الفرق وما هي أوجه التشابه بين النمطين الأول والثاني من الداء السكري، فنقارن من عدة أوجه وأشعها. فنبدأ بسن البدء، النمط الأول في الطفولة أو البلوغ، النمط الثاني غالبا فوق سن 35 سنة. الحالة التغذوية وقت البدء غالبا يعاني النمط الأول من نقص التغذية والسمنة تكون في النمط الثاني. الانتشار 5 إلى 10% من مرضى الداء السكري بالنسبة للنمط الأول، الثاني 90 إلى 95% من المرضى. الاستعداد الوراثي يكون متوسطا في النمط الأول، لأنه غالبا ما يكون متوسط مناعيا وليس وراثيا. أما الاستعداد الوراثي فيكون قوي جدا في النمط الثاني، تلاقي مثلا أبوه للمريض وجده
ممكن او امه، اخواله او عمامه كان في عندهم داء سكري، داء عائله اغلبهم او جزء منهم منيح مصاب بالداء السكري. وين الخلل موجود؟ بالنمط الاول الخلايا بتا تكون مدمره ديسترويد، وما في انتاج الانسولين بشكل عام. اما النمط الثاني فهو ان الخلايا موجوده وتنتج انسولين، ولكن كميه قليله غير متناسبه مع الاحتياجات الاستقلابيه، وغير متناسبه مع الارتفاعات لجلوكوز الدم بعد تناول الوجبات. ثانيا الانسولين موجود ولكن هناك مقاومه للانسولين، فلا يستطيع الانسولين التاثير على الخلايا والمستقبلات لانقاص سكر الدم. وايضا توجد يعني اضطرابات اخرى معويه او معديه او بنكرياسيه ايضا او استقلابيه تتداخل مع اليه عمل الداء السكري من النمط الثاني. نتحدث عن الداء السكري، لذلك لابد لنا ان نعرج بعض الشيء عن سكر الدم. فما هو الجلوكوز او سكر الدم؟ هو جزيئه قطبيه تدخل الخلايا من خلال تراكيب بروتينيه تدعى النواقل، وتكون معتمده على الانسولين او غير معتمده على الانسولين. فتكون معتمده على الانسولين في كل من العضلات والنسيج الشحمي، وغير معتمده على الانسولين في الكبد والبنكرياس والكليه والامعاء والكريات الحمراء. ايضا من المركبات الاخرى لدينا النشاء سكريات متعدده وهو عديدات السكريات، وايضا لدينا حقيقه تركيز سكر الدم الطبيعي يتراوح من عمر 5 الى 60 سنه بين ال 70 وال 125 ملغ بالدسيلتر. فمجرد ما صار 126 فيعتبر دخل في الداء السكري بعد التحقق من الاستقصاءات. ايضا من المعلومات الهامه، ما هي الهرمونات التي تزيد او تنقص مستوى سكر الدم؟ فما هي التي تسبب ارتفاع في سكر الدم؟ اي هايبرجلايسيميا، جلوكاجون رافع لسكر الدم، كورتيسولات رافع لسكر الدم، الادرينالين رافع، والسوماتوتروبين ايضا، جراث هرمون، هرمون نمو ايضا رافع لمستوى سكر الدم. الهرمونات التي تنقص مستوى سكر الدم وهي الانسولين والاميلين. الاميلين هو عباره عن هرمون ايضا يفرز من خلايا في البنكرياس غالبا خلايا بيتا، وهو يساعد على تنظيم مستوى سكر الدم دون خفضه بشكل واضح. وهذا الاميلين الان مرخص كدواء من الـ FDA الأمريكية، ويمكن استخدامه أحياناً في بعض العلاجات لمرضى السكري غير المضبوط. آلية عمله أو آلية إعطائه هو يعطى قبل الوجبات مباشرة، فيساعد على تنظيم وخفض سكر الدم بشكل عام خلال 3 ساعات بعد الوجبة، حيث يرتفع مستوى سكر الدم بعد هذه الفترة. غير مستخدم كثيراً، فعاليته تكون محدودة بين مرضى وآخرين، لذلك لم يكن ضمن البروتوكولات الكبيرة المعتمدة إلا في بعضها، فهو مستخدم في الكثير من الدراسات، ولكن بشكل عام لا يتم استخدامه في منطقتنا على أقل تقدير. البنكرياس كما تعلمون هو غدة خارجية وداخلية الإنفراز. خارجية يفرز الإنزيمات الهاضمة يساعد على الهضم، وداخلية يفرز الهرمونات البيبتيدية التي تساعد على استتباب والعمل داخل المجرى الدموي لتنظيم مستوى سكر الدم، وأيضا تنظيم عملية النمو وتنظيم عملية تخزين الشحوم وتخزين السكر وتخزين الجلايكوجين. بشكل عام خلايا البنكرياس هي البيتا والألفا والسيجما. بيتا تنتج الأنسولين، وألفا تنتج الجلوكاجون، وسوماتوستاتين هو هرمون من هرمونات النمو أيضا، والهرمونات الهضمية تجو خلايا سيجما. الهرمونات تلعب دورا هاما في ضبط العمليات الاستقلابية والأيضية في الجسم على شكل تنظيم مستوى سكر الدم. من الهرمونات الأخرى التي نعرج عليها الإنسولين والجلوكاجون والأميلين ومتعدد البيبتايد البنكرياسي الذي يقوم بإنقاص الشهية، والسوماتوستاتين ينقص معدل امتصاص الطعام في الأمعاء بشكل عام، وهو من الهرمونات البارية. ما هي العلاقة حقيقة بين مستوى سكر الدم وإفراز الإنسولين؟ ما هي أكبر محرضات إفراز الإنسولين؟ ما هي أكبر محرضات إفراز هرمون النمو؟ ما هي أكبر محرضات إفراز السكر؟ عندما يتناول الإنسان الطعام يتم إفراز الإنسولين. الإنسولين يعمل على تخزين الشحوم وزيادة تركيب الجليكوجين ويوقف عملية استحداث السكر. أما هرمون النمو بالطعام، الطعام الذي يحوي الجلوكوز سكر، فيتوقف إفراز هرمون النمو.
بين مستوى سكر الدم وإفراز الأنسولين. الصوت واضح الآن الزملاء الأعزاء؟ ايه حكيم واضح. شكرا. إذا إن الارتفاع في مستوى سكر الدم بزيد من إفراز الأنسولين من خلايا بيتا. الأنسولين بزيد إدخال السكر للكبد والعضلات وخلايا تانية، وهذا الشيء بيؤدي لنقص سكر الدم للحدود الطبيعية تحت ال 126. الأنسولين البشري بشكل عام المأشوب هو عبارة عن بري برو أنسولين، هو عبارة عن طريقة غير فعالة inactive بيتحول لبرو أنسولين بواسطة السيجنال بيبتايد أو بيبتيديز، وبدوره هذا بيتحول إلى البرو أنسولين، بيتحول لأنسولين بإزالة البيبتايد سي. السي بيبتايد بينزال فبصير هذا جزيء فعال. ما هي الآلية بصورة بسيطة موضحة بالشكل اللي أنتم هلأ شايفينه؟ إنه زيادة سكر الدم بتؤدي لزيادة إفراز الأنسولين. فنحن بشكل عام بيرتفع السكر بشكل عام، دخل جوات الخلية، في ناقل الجلوكوز ترانسفيريز النمط الثاني بينقل السكر، وبتحول السكر داخل الخلية لجلوكوز 6 فوسفيت عن طريق إنزيم اسمه جلوكوكينيز. بعدين بصير عندنا أكسدة لجلوكوز 6 فوسفيت أكسيديشن، بتحول لجزيء طاقة ATP. سيء الطاقة بيؤدي للعمل على إزالة استقطاب قنوات البوتاسيوم المحرضة بالاي تي بي. هاي إزالة الاستقطاب بتؤدي لارتفاع مستوى ارتفاع مستوى كالسيوم الدم بدخول الكالسيوم، شاردة كالسيوم تدخل للخلية. دخول الكالسيوم للخلية بيؤدي لتحرير الانسولين من خلية البتا بجزر لانجرهانس بنكرياس. الانسولين بيطلع لبرا بيرتفع مستوى، فلما بيرتفع السكر بيرتفع معه الانسولين بهي الآلية. الآلية هي عبارة دخول السكر جوات خلية عن طريق الناقل من النوع الثاني، جلوكوكيناز بيحوله لجلوكوز 6 فوسفيت بصير أكسدة تحول لـ ATP. ATP عن طريق القنوات المفعلة بالطاقة بصير إزالة استقطاب، بتفتح قنوات الكالسيوم، قنوات الكالسيوم تدخل جوات خلية بتعمل زيادة بإفراز الأنسولين بشكل عام كخطوة أساسية يعني. الآن بالنسبة لمستقبلات الأنسولين، هدول قصص هامين حتى نعرف الآلية بصراحة. الأنسولين عن طريق مستقبلاته يقوم بكل مما يلي: أول شيء يتم نقل السكر إلى داخل العضلات والنسج الشحمية، وبالتالي زيادة القوة والمقدرة والطاقة العضلية، وأيضا زيادة نسبة أو كمية الشحوم وزيادة الوزن، زيادة اصطناع الجلايكوجين وبالتالي زيادة تخزينه في الكبد. يتثبط استحداث السكر حتى ينخفض مستوى لمستوى معين، فبحول جزيئات السكر البسيطة الصغيرة لجزيئات أكثر تعقيدا عن طريق تخزينها على شكل جليكوجين كبدي. أيضا يتثبط انحلال الدسم، وبالتالي بتشكل عندك الشحوم الثلاثية. أيضا الإنسولين يقوم بتنبيه نواقل الشوارد الغشائية المعتمدة على الطاقة، مضخة اسمها مضخة الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، مضخة الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز تعتمد على الطاقة. يتم حث الخلايا على النمو، فهو الأنسولين هرمون باني، هرمون باني بشكل عام ما بيسمح له إذا كان بهالطريقة هي على نقص الوزن، فبيزرح يزيد الوزن ويخزن الشحم. بشكل عام الأنسولين بشكل عام بيرتبط لتحت الوحدة ألفا من المستقبل، فهذا الشيء بيؤدي لزيادة فسفرادياتية للوحدة بيتا من المستقبل، وهيك بيتم تفعيل التيروزين كينيز. مثل هذا المستقبل اللي شايفينه، وعندنا غشاء الخلية، عندنا مستقبل ألفا، وعندنا مستقبل بيتا، وعندنا غشاء الخلية، وهذا السكر، وعندنا إنزيم اللي هو الخميرة تيروزين كينيز. فالارتباط هذا بشكل عام ضمن الخلية بيبدأ مستقبل تيروزين كينيز المفعل شلال داخل خلوي من عملية الفسفرة. فسفرة إضافة جزيئة فوسفور، هذا الشيء بيؤدي لزيادة أو نقصان في وظائف الإنزيمات المختلفة بدون تفصيل. ركائز مستقبلات الإنسولين اللي بتقوم بتواصل تأثيرات الإنسولين على كل من الجلوكوز والشحوم والبروتينات، فبيصير في عنا الاي ار اس انسولين ريسبتور سبستريتس، هي الركائز عمليه فسفر للانزيمات، فبصير عندنا تفعيل ل
تركيب الشحوم وتخزين الشحوم وأيضا زيادة نمو نسيج الشحم بشكل عام، وأيضا بصير في عنا الأنسولين هو كهرمون باني بحاول أيضا يبني البروتينات، ولكن البناء الأساسي يكون إذا كان زيادة من الطاقة أو الوارد للكربوهيدرات رح يبني شحوم أكثر. كيف يتم التحكم بإفراز الأنسولين؟ كيف يتم التحكم بإفراز الأنسولين؟ مستوى سكر الدم بشكل طبيعي عند الإنسان بين 80 إلى 90%، يكون إفراز الأنسولين 25 نانو جرام بالدقيقة على كل كيلو من الجسم، يعني 25 نانو بالجرام نانو جرام بالدقيقة لكل كيلو بالمستويات الأصغر، هذا يكون طبيعي. فهذا هو نشاط فيزيولوجي طبيعي أصغري. في عنا بعض الهرمونات أو بعض العوامل اللي ممكن تزيد إفراز الأنسولين وممكن تنقص إفراز الأنسولين. بشكل عام كل هاي العوامل الخمسة أو العوامل الأربعة بتزيد إفراز الأنسولين ما عدا النشاط الودي بنقصه. فسكر الدم إذا أعطيناه رح يتحسس، رح تتحسس خلايا بيتا وتزيد إفراز الأنسولين. وجود حموض أمينية في البلازما، يعني بعد ما يأكل الإنسان بروتينات رح تتحول لحموض أمينية تمشي في البلازما، هذا رح يزيد إفراز الأنسولين. ايضا هرمون الجلوكوز جي اي بي ايضا رح يزيد افراز الانسولين. نشاط نظير الودي ايضا رح يزيد افراز نشاط الانسولين، اللي هو نشاط نظير الودي مرتبط بدخول الطعام هون للجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي بيتنشط وهو متابع لنظير الودي بهذه الطريقه فبيزيد افراز الانسولين، اما نشاط الودي فبينقص من افراز الانسولين بشكل عام. هي الاليه عم نشوف انه كله في عنا زائد، ارتفاع جلوكوز البلازما بيرفع المستوى، ارتفاع مستوى الحموضة الأمينية بيرفع المستوى، عندنا بلس بلس زائد زائد، عندنا هرمون الجلوكوز ديبندنت انسولينوتروبيك بيبتايد جي اي بي كمان بيرفع المستوى. الفعالية الودية وجود الأدرينالين في البلازما بينقص المستوى، ووجود فعالية زائدة أو نشاط للجهاز النظير الودي باراسيمباثيتيك اكتيفيتي أيضا بتزيد نشاط إفراز الأنسولين بشكل عام. الآن ما هي استجابة الخلايا الهدف اللي بروح عليها الإنسولين زيادة أو نقصان مستوى الإنسولين؟ بنشوف بالكبد وبنشوف بالنسيج الشحمي. فزيادة إفراز الإنسولين بالكبد شو بيعمل؟ زيادة قبض الجلوكوز وتوقف اصطناع الكيتونات وزيادة اصطناع الجلايكوجين والشحوم الثلاثية. يعني الإنسولين بخزن جلايكوجين سكر مركب معقد وبخزن شحوم. أما نقص الإنسولين بالكبد فبيؤدي إلى تحرر الجلوكوز للخارج، لأن يعني بصير عنا تهدم وتفكيك للجلايكوجين السكر مركب إلى سكر بسيط حتى يروح على مستوى البلازما ويغذي الأعضاء اللي هي بحاجة للسكر. هذا الشيء بيؤدي إلى تفعيل لعمليات استحداث السكر. أما الصناعة وتحرير الكيتون فهي تزداد بنقصان الإنسولين، أما بوجود الإنسولين ما في كيتون. وهذا ايضا في امراض استقلابيه بتهمك كثير انه انت شفت سكر الدم مرتفع او شفته نازل مثلا او بالمخمصه، فانت بتطلب تحليل الكيتون في البول وتحليل الكيتون في الدم. فاذا كان في عندك زياده بالكيتونات المتحرره مثل مثلا دايابيتيك كيتو اسيدوزز احماض الكيتون السكري، فبكون عندك زياده بالكيتونات. ليش؟ يعني انسولين ما في بشكل عام، فبالتالي ما رح يتوقف الصناعة، فهي رح تكون موجودة كمستقلبات لوجود الطاقة. النسيج الشحمي، الشحم والدهن كيف بيتأثر بزيادة الإنسولين؟ يزداد قبض واستخدام الجلوكوز بالنسيج الشحمي وبزيد صناعة ترايجليسيريد الشحوم الثلاثية. أما النسيج الشحمي لما بينقص الإنسولين فبينقص يعني مسك أو قبض استخدام الجلوكوز وبتتخرب الشحوم وتحرر الجلوكوز والحموض الدسمة. يعني لما أثناء الصيام مثلا، أثناء الصيام، الصيام هو من أكبر محرضات نقصان الإنسولين وهو من أكبر محرضات إفراز هرمون النمو. نقص الإنسولين وزيادة هرمون النمو يؤدي إلى تفكيك تركيب الدهون والشحوم الثلاثية، تتحول لجلوكوز وتحول لمصدر طاقة عشان تستخدم كطاقة
لانه ما في عنا انسولين موجود، في عنا هرمون نمو، وهذا بيزيد افراز هرمون النمو بمئات المرات وبعض الدراسات تقول الاف المرات. حتى تنزل الوزن عن شخص بدين لازم يصوم فتره معينه عن الطعام، عن تناول الكربوهيدرات، وبالتالي بينقص الجلوكوز، وبالتالي بينقص الانسولين، بيزيد هرمون النمو، بتتفكك الخلايا الشحميه بالشحوم ثلاثيه، وبيبلش نزول وانخفاض الوزن ضمن اسس ومعايير محدده. بعد ما شفنا الكبد ونسيج الشحمي بنشوف العضلات، اللي هي ثلاث شغلات نحن بنشتغل عليه هون على مستوى السكر والانسولين. بالعضلات بصير عندنا زياده قبض واستخدام جلوكوز والحموض الامينيه وزياده اصطناع جليكوجين والبروتين. اذا بالعضلات، عضلات تاخذ لما بياكل الواحد شو بصير؟ زياده بتخزين جليكوجين العضلي والبروتين حتى تتحرر حموض أمينية، وممكن يصير في عنا استبدال لحموض دسمة بهذا المكان. لذلك لازم يكون بناء العضلات متوازن بتناول البروتينات والكربوهيدرات، متوازن بزيادة إفراز هرمون النمو، متوازن بإفراز الإنسولين لحد معين ضمن حمية معينة. هذا الشيء تحدثنا عنه موجود بهذا المخطط على اليسار لمن أراد العودة إليه والحصول على مزيد من التفاصيل بآلية التلقيم الراجع الخاص بكل مرحلة. فنحن عندنا ميزانين، عندنا ميزان أساسي هو مرة بيرجح الجلوكاجون ومرة بيرجح الإنسولين. الإنسولين خافض لسكر الدم، جلوكاجون رافع لسكر الدم. فلما عم نشوف أنه بالأولى عم نشوف انه رجح الجلوكاجون، ف عم يصير في عنا يعني لما بيرتفع مستوى الانسولين، لما بيرجح الجلوكاجون على الانسولين، ولما هون بالطرف اليسار بشوف انه الانسولين هو عم يرجح الجلوكاجون، اللي بيهمنا اكثر شيء هو الانسولين. ففسفره الجلوكوز ترتفع، وايضا تصنيع الجليكوجين يرتفع، وبناء النسيج الشحمي يرتفع، وبناء البروتينات ايضا يرتفع، لان الانسولين من الهرمونات البانيه. أما بالنسبة لارتفاع جلوكاجون فهو يرفع سكر الدم، فعملية استحداث السكر ترتفع، وأيضا عملية إنتاج الكيتونات ترتفع بشكل عام. الآن نتحدث عن تحرر الإنسولين عند إعطاء مقدار ثابت من الجلوكوز. مثل ما أن عند الأشخاص الأصحاء يتم إفراز الإنسولين بمرحلتين، في عندنا المرحلة الباكرة والمرحلة المتأخرة. الطور الباكر في قمة لإفراز الإنسولين، في بيك موجودة بعد وجبة الطعام. الطور متأخر عودة إفراز الإنسولين من المستوى القاعدي على مدار اليوم. من هون مثلاً وجد علماء التغذية أنه لما أنت بتفطر أو الإنسان بيفطر وجبة صباح مليئة بالسكريات، خلينا نقول، أو الكربوهيدرات جلوكوز، فرح يصير عندنا قمة لإفراز الإنسولين، وممكن كمان ترجع إفراز قمة ثانية عند الظهر. الإنسولين هرمون بيشعر بالجوع، فممكن نرجع يجوع الواحد على 12 واحدة تنتين مثلا بسبب القمة الثانية من إفراز الإنسولين، يعني أخذ طعام غني بالكربوهيدرات غني بالسكريات. فلو مثلا تناول طعام معتدل أو متزن بالكربوهيدرات السكريات صباحا، أو تناول طعام فيه بروتينات صباحا، فرح يكون قمة إفراز الإنسولين أقل و كميته المفروزة محدودة أقل، يعني ما في داعي ينفرز بكمية أكبر. عن الأشخاص الأصحاء أتحدث، ما في داعي ينفرز بكمية كبيرة، لأن الكمية اللي أخذتها من الجلوكوز محدودة، وبالتالي ما رح يرجع ينفرز بنسبة كتير كبيرة الظهر، فما رح يشعر الإنسان بالجوع. فهذا نحسن نحن نشتغل على هذا الوتر، أنه إذا بدك تزيد وزن مريض أو تنقص وزن مريض، أو حدا بده يزيد وزنه أو حدا بده ينقص وزنه، ممكن نشتغل على هاي الآلية، بتساعده كتير بهذا الموضوع. هلأ مستوى عند السكريين، النمط الأول ما في إنسولين بشكل عام، يعني خلايا مخربة سواء بالمستضدات أو بتخريب كيميائي أو تخريب له علاقة بشيء وراثي أو استقلابي. النمط الثاني يوجد إفراز لكنه أقل من الطبيعي، فممكن نلاحظ المرحلة الباكرة أن القمة أقل من الطبيعي، يليها ارتفاع مستمر في المرحلة المتأخرة.
حسب هذا الجدول الموجود. فعم نشوف انه الشيء الطبيعي هو المنقط والشيء المرضي هو المستمر. فعم نشوف المرحله الباكره كيف مستوى جلوكوز الدم موجود عندنا في المرحله الباكره والمرحله المتاخره على مستوى الانماط الموجوده. بشكل عام هذا هو اللي بيهمنا، هالنقطتين الاساسيات بس، ما بدنا اكثر من هيك. بالنسبه لي هذا الكيرف الموجود اللي بيتحدث عن مستوى سكر الدم بالمرحلتين الاساسيتين الباكره والمتاخره. بشكل عام ممكن نقول انه ان الافراز القاعدي تقريبا هو 1 لـ2 وحدة بالساعه، وبكون مستمر على مدى 24 ساعه، يضاف له حوالي 4 لـ6 وحدات لكل وجبه طعاميه. الافراز الاجمالي يساوي الافراز القاعدي زائد الاضافي، يعادل تقريبا 36 وحده باليوم، 36 وحده باليوم، ويزداد الافراز بشكل ملحوظ عند اعطاء السكر بشكل عام. يعني انت عندك وحده مثلا ب 24 ساعه، فهن عندك وحده، عندك 3 وجبات مثلا، 3 ب 4 12 و24 بيطلع 36 وحده. كثير بنسمع بالساجات او بنسمع بالمخابر في شيء اسمه اختبار تحمل السكر او اختبار تحمل الجلوكوز. فبناخذ تذكره صغيره وبنحكي عن هذا الاختبار. يتم الاختبار في الصباح بعد امتناع المريض عن تناول الطعام 8 ساعات. واول ما يتم فعله هو سحب عينه دم لقياس سكر الدم الصيامي اللي هو القاعدي. بعدين بنعطيه 75 جرام سكر محلول ضمن الماء بيشربه. ويعتبر مشخص للسكري اذا تجاوز بعد ساعتين من اعطاء المحلول 200 ملغ بالديسلتر. طبيعي عندما يكون اقل من 140. ويدل على اضطرابات اذا كان بين 140 و200. اذا المريض صايم 8 ساعات، سحبنا عينه دم، قسنا سكر الدم الصيامي، بعدين اعطينا 75 جرام سكر محلول ضمن المي. بعد ساعتين نرجع نسحب عينه ونشوف قد ايه السكر. اذا كان السكر 200 واكثر يعتبر مشخص. اذا كان اقل من 140 طبيعي، بين 140 و200 فهو اضطراب تحمل السكر، يمكن اعادته ويمكن العمل على خطوات وقائيه تتعلق بالحميه الغذائيه وتتعلق بعلاج السبب المستبطن الذي قد يكون هو سبب الارتفاع او الاضطراب عفوا. فعند الاصحاء يرتفع سكر الدم لذروته بعد نص ساعه ويعود لمستواه المصلي او المستوى الوصلي مصلي بعد ساعتين تقريبا. فعم نشوف الكيرف الازرق اللي هو النورمال، هذا المنحنى كان مثلا 90، ارتفع صار 140، بعدين نزل اول ساعه، ثاني ساعه رجع نزل لتحت 100. الشخص اللي مشكوك انه عنده سكري، فعم نشوف انه ارتفع مثلا من القاعدي مثلا من 120 130 لبين ما تجاوز ال 200 عند اول خلال اول ساعه، ثم بالساعه الثانيه ضلوا فوق ال 200، ممكن يكون ارتفاع اكثر حسب مستوى السكري عند المريض. اذا عند السكري مثل ما قلنا يرتفع تدريجيا ليصل الذروه بحدود الساعه وتستمر المستويات العاليه للجلوكوز حتى ياخذ علاجه الدوائي المتبع. هلا بالنسبه للخطوه اللي بعدها بنحكي عن الداء السكري من النمط الاول اللي هو بشكل عام بيصيب مرحله تشايلد هود، مرحله الطفوله. تتطور الفيزيولوجيه الامراضيه باث فيزيولوجي خلال 5 إلى 10 سنوات على عده مراحل قبل الوصول لمرحله السكري النهائي وظهور اعراضه السريريه الانتهائيه. هذا بيتعلق بالمرض المناعي الذاتي اوتو اميون، فله دور اساسي يعني اسينشال رول في تطور هذه الانماط وهذه الاعراض المتعلقه بداء السكري من النمط الاول. اول شيء بتتخرب خلايا بيتا بجزر لينكرهانس، وهدول المرضى بيكون عندهم استعداد وراثي لاصابه الداء السكري، وقد تفاقم الاصابات الفيروسيه او الارتكاسات المناعيه ذاتيه متوسطه بالخلايا التائيه هذا الاستعداد. بصير عندنا اضداد تهاجم خلايا بيتا وتدمرها وتسبب خللها، وبالتالي لن تستطيع افراز الانسولين. الإصابات الفيروسية اللي المتهمة مثل مثلا التهاب اللوزات المتكرر بفيروس كوكساكي بي فيروس، مثلا التهابات البلعوم المتكررة بالفيروسات. أيضا لها بعض الدراسات تشير إلى أصابع الاتهام إليها كمحرض لأذية ذاتية مناعية متوسطة بالخلايا التائية تدمر خلايا بيتا في جزر الانكرهانس فتؤدي إلى الاستعداد للداء السكري أو الدخول فيه. عندما تزول
لديه القمة الأولى لإفراز أنسولين، يصل لمرحلة ما قبل الداء السكري، ثم يدخل بهايبرغلايسيميا، فرط سكر الدم، ويدخل بالتشخيص النهائي. في هذا المخطط، وهو مخطط بسيط، جينات مؤهبة، استعداد وراثي، أذية خلايا بيتا قد تكون فيروسية أو متعلقة بعامل مجهولة السبب، أذية مناعية، يتطور ما قبل الداء السكري خلال سنوات، ثم الداء السكري خلال 5 إلى 10 سنوات. لذلك يجب الحرص على علاج التهاب اللوزات الفيروسي عند الأطفال بشكل عام. طبعاً ما في علاج نوعي للكوكساكي فيروس أو الفيروسات اللي بتسبب التهاب بالعمى أو فيروسات بتسبب التهاب اللوزات، وإنما هو العلاج بتجنب هذه الأمراض قدر المستطاع، النظافة الشخصية، العزل الكافي. أيضاً ممكن بعض الدراسات أشارت إلى أهمية تناول العوامل مضادات الأكسدة، وأهمها زيت الزيتون النقي، أيضا يساعد في تدبير هذه الاستعدادات أو هذه الفيروسات المتهمة. الأسباب كما ذكرنا وراثية، بيئية، مناعية، تسممات وفيروسات. وتآزر أكثر من عامل يزيد من إمكانية حدوث وتطور الداء السكري. الداء السكري من النمط الثاني حقيقة تكتشف معظم حالات الداء السكري من النمط الثاني بالصدفة أثناء إجراء أحد اختبارات السكر لسبب معين كتوظيف مثلاً أو زواج أو أي شيء آخر أو لتوعك عام أو لتحاليل للاطمئنان، فيحدث فيه زيادة على شكل مقاومة في الإنسولين ومقاومة مستقبلاته، وذلك الأكثر من 10 سنوات قبل التشخيص. الوراثة هنا تلعب دورا هاما، بينما المناعة تلعب دورا هاما في النمط الأول. فبادئ دي بدء يرتفع الإنسولين استجابة لارتفاع سكر الدم، ولكن فيما بعد كلما ازدادت المقاومة للإنسولين فإنه يتناقص إفرازه ويرسل تلقيم سلبي إلى خلايا بيتا لإيقاف إفرازه، فلا جدوى منه. مرحلة ما قبل السكري تسمى بري دايابيتس أو المرحلة الممهدة له، حيث يزداد الجلوكوز بعد الوجبة الطعامية بوست ميل جلوكوز، ويتأخر بعودته لمستوياته الطبيعية. هذه المرحلة تسبق الزيادة في مستويات السكر الصيامي، وقد تمتد بين 5 إلى 10 سنوات. أما الاختلاطات القلبية الوعائية فحقيقة تلاحظ قبل أكثر من 5 سنوات في مرحلة ما قبل السكري. أما مرحلة قبل 5 سنوات تعتبر بدء أداء السكري النمط الثاني، حيث تبدأ المتلازمة الاستقلابية، وهي متلازمة هامة يتم الحديث عليها كثيرا في الأمراض الغدية والأمراض القلبية الوعائية. وقد تحدث اختلاطات وعائية دقيقة، وتضم هذه المتلازمة كل من البدانة وارتفاع سكر الدم للحد الأعلى، وارتفاع الشحوم low density lipoprotein، وارتفاع ضغط الشرياني. حسب المخطط المرفق أدناه، التشخيص يتم عادة عند المرحلة الصفر، حيث يرتفع سكر الدم الصياني عند الحد الطبيعي. لذلك من الأهمية بمكان التحدث إلى المرضى المستعدين لحدوث داء السكري الذين لديهم قصة وراثية مثبتة عند الأب أو الأم أو الأعمام أو الأخوال أو الأجداد، وكانوا بدينين. يجب التحدث إليهم ونصحهم باتباع حميات غذائية مخصصة بحيث يتم ضبط سكر الدم ومراقبته بشكل دوري، والانتباه من عدم الإفراط بتناول المشروبات الغازية والسكريات السريعة الامتصاص، والتقليل من الوزن إلى الحد الطبيعي، والحفاظ على مشعر كتلة الجسم البادي ماس اندكس ضمن الحدود الطبيعية، كي لا يتم الدخول بالمرحلة المؤكدة المرحلة الصفر من التشخيص. فقبل هذه المرحلة متعلقة بهذا الكيرف على مستوى سنوات، فقبل 10 سنوات من التشخيص، وقبل 5 سنوات من التشخيص، وعند التشخيص المرحلة صفر، وبعد 5 سنوات وعشر و15. فمقاومة الإنسولين وإفراز الإنسولين. فمقاومة الإنسولين تبدأ بالازدياد قبل 10 سنوات، وتبقى مضطردة زيادة حتى 5 سنوات قبل التشخيص، ثم تبقى مستمرة عند التشخيص إلى وصولها إلى المستوى البلاتو، مستوى الهضبة أو مستوى شبه الثابت المقاومة بعد التشخيص حتى 15 سنة. بالنسبة لإفراز الإنسولين فإنه يرتفع إفراز الإنسولين كاستجابة لزيادة المقاومة
حتى يعوض من النقص إلى التشخيص، وحتى بعد التشخيص، ولكن بعد التشخيص يأخذ بالانحدار رويدا رويدا حتى ينخفض إلى مستوياته الدنيا. وقد يحتاج المريض في هذه المرحلة إلى مشاركة الأدوية الفموية أو الأدوية غير الإنسولينية مع الإنسولين. أيضا فيما يتعلق بسكر بعد الوجبات، يأخذ بالارتفاع قبل التشخيص بعشر سنوات إلى خمس سنوات، ويبقى مستمرا بشكل يشبه ارتفاع القطع الزائد مستمرا إلى حقيقة إلى 15 سنة بعد التشخيص. أما السكر الصيامي فإنه يبدأ بالارتفاع بشكل واضح عند مرحلة التشخيص ويبقى مستمرا حتى بعد التشخيص. أما بالنسبة للاختلاطات فهي الاختلاطات المتعلقة بالاختلاطات الوعائية الدقيقة والاختلاطات المتعلقة بالأمراض القلبية الوعائية بشكل عام. مرحلة من قبل 10 سنوات إلى 5 سنوات تسمى مرحلة ما قبل السكري كما تحدثنا أعلاه. لذلك يبدو من هذا الكيرف أن تأخير الداء السكري أو الوقاية من الداء السكري بشكل عام ممكنة باتباع حميات غذائية جادة دقيقة، ومنهم من يشير إلى الحمية الكيتونية أو نصف الكيتونية التي تتعلق بعدم استخدام السكر وعدم استخدام المعجنات والتقليل من الخبز والتقليل من الجلوتين بشكل عام وممارسة الرياضة والاستيقاظ الباكر والنوم الباكر. هذه كلها إجراءات وقائية يمكن العمل عليها لتخفيف من مرحلة أو تخفيف من حدوث نسبة حدوث الداء السكري، أو يبقى سكر الدم مضبوطاً على الأقل يعني تحت 150-125 ملغرام بالديسيلتر. نتحدث عن أسباب ارتفاع سكر الدم ثم نأخذ استراحة. خلل إفراز الإنسولين كما تعلمون جميعاً، فيحدث نقص بإفراز الإنسولين أو مقاومة وهي آلية السكري، حيث يحدث زيادة استحداث السكر كما تحدثنا في الكبد على، وزيادة انحلال الدسم وزيادة الحموض الدسمة الحرة في البلازما ونقص قبض والتقاط السكر من العضلات بشكل عام. فسكر الدم هايبرغليسيميا الكرة الحمراء في النصف، عندنا أنسجة متعددة. نبدأ بخلل إفراز الإنسولين من جزر لانكر هانس آيلت بيتا سيل في البنكرياس يرفع سكر الدم. أيضا زيادة استحداث السكر في الكبد، وأيضا زيادة انحلال الشحوم والدسم في النسوج الشحمية، ونقص قبض الجلوكوز في العضلات. هذه كلها تؤدي إلى زيادة إفراز السكر وارتفاع سكر الدم. المعلومة الأخيرة قبل أن أخذ استراحة، في البداية يكون مستوى الإنسولين طبيعيا وتكمن المشكلة في نقص الحساسية. يعني كان يتحسس مثلا على 10 ميكرو أو 10 نانو، ما بقى يتحسس على 10، صار بنعطي 12 بعدين 15. تطور الحالة دون علاج إلى تنبيه بيتا خلايا بيتا لإفراز المزيد من الإنسولين، وندخل في حلقة معيبة مفرغة لأن المشكلة على مستوى المستقبلات، ونلاحظ حينها ارتفاع سكر الدم وارتفاع تركيز الإنسولين. لذا ينفع الصيام في هذه المرحلة والصيام المتقطع خاصة لأنه يزيد من حساسية المستقبلات الإنسولين. يعني الصيام بشكل عام صيام إسلامي عن كل شيء، وينفع أيضا الصيام المتقطع الذي يسمح فيه بالماء وبعض المشروبات التي لا تحتوي سكر البتة. يؤدي ذلك على المدى الطويل إلى نقص قدرة خلايا البتة على إفراز الإنسولين، مما يفسر تحول القسم الأكبر من حالات النمط الثاني إلى حالات تحتاج الإنسولين. لحد الآن في حد عنده سؤال قبل ما ناخذ استراحة؟ إذا لا يوجد سؤال، نأخذ استراحة ثم نعاود بعد 10 دقائق. إن شاء الله حكيم، إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا يا جماعة، يمكننا البدء. هل الجميع حاضرون؟ الصوت واضح بالنسبة لكم زملاء؟ الله أكبر الله أكبر. الصوت واضح زملاء، ممكن حدا يجاوبني؟ يا دكتور واضح. شكرا جزيلا، أسعد الله مساءكم مرة ثانية. نتحدث الآن عن عوامل الخطورة في الداء السكري. عندنا بشكل عام عوامل وراثية وغذائية ومناعية. العوامل الوراثية، النقطة الثانية، عامل غير قابل للتعديل لأن واحد بياخذ مورثاته من أهله. العوامل الغذائية، إذا كان البادي ماس إندكس أكثر من 35 فهذا بدانة قابل للتعديل، مثل ما قلنا أنه لازم واحد يخفض وزنه عشان ما ينصاب بالداء السكري. العوامل المناعية، مثل ما قلنا العدوى الفيروسية مثل الكوكساكي فيروس وروبيلا فيروس، هذول بشكل أجسام مضادات الضاد أنتيباديز بتروح بتهاجم خلايا بيتا وبتدمرها. العامل الخطر الرابع هو الشدة. التعرض للشدة شو بيعمل؟ عند غير السكريين بصير عندنا ارتفاع لسكر الدم بسبب التنبيه الودي المرافق، ولكنه يزول بزوال الشدة. يعني مثلا عملية جراحية، حادث سير، صدمة نفسية، صدمة ألمية، ولكن لا نعتبر الشخص سكري ولا نشخصه إلا بعد زوال الشدة، لأنه ممكن تكون أثر غير مرغوبة لأدوية السكري. ممكن كمان هو إضافة للشدة النفسية الموجودة عنده أو الشدة العملية أو الجراحة اللي دخل لها يزيد طينة بالله، ولذلك هذا عامل يعني متوقف على زوال الشدة. الأداء السكري النمط الأول معتمد على الإنسولين اللي هو بصيب أطفال بشكل عام. تلاقي كيف بشكل عام نحن بيجينا الولد، بيجينا بطريقتين أساسيات، إما بيقول لك بشكل عام أنه الولد مثلا عمره 5-6 سنين 7 سنين هو كان ما عنده تبول لا إرادي بالليل، بيقول لك صار ولد يبول على حاله بالليل، أو صار يقول لك أنه صار عنده بوال وسهاف، يعني بيشرب مي كتير وبروح على الحمام كتير، بيشرب مي كتير وبول كتير. فالبوال والسهاف بشكل عام عند الأطفال له تشخيص تفريقية، هي إما الداء السكري أو القصور الكلوي خاصة المزمن، أو البيلة التافهة. البيلة التافهة اللي بيكون فيه خلل قحفي المنشأ أو كلوي المنشأ، بول كتير بشرب مي كتير. هي الطريقة الأولى اللي بيجي فيها، بيقولوا لك بلش ينزل وزنه، بلش ما ياكل منيح، بلش يضعف، بلش يتعب، كان يلعب بالمدرسة طابة مثلا ربع ساعة نص ساعة ما يتعب، هلا صار 5 دقائق يتعب، هيك تعب عام. الله أكبر الله أكبر. الطريقة الثانية بيجي فيها هي بالصدفة بين 25% 20-25% ممكن 30% بيجي بشكل صارخ جدا وإسعافي جدا ومهدد للحياة وخطير، ألا وهو بيجي على شكل حماض كيتوني سكري، Diabetic Ketoacidosis DKA. الحماض الكيتوني السكري هو كيف بيكون؟ بيجي الولد على الإسعاف، عنده تنفس حماضي، عم تنفسه بيلهت، بيكون عنده قصة فترة بول كتير بشرب مي كتير، عنده ألم بطني، ألم بطني شديد، عنده إقياءات، عنده إقياءات. فأنت كطبيب عام بكرة ممكن تجيك الحالة إذا أنت كنت في ضيعة أو في بلد أو كذا أو في إسعاف أو في عيادة، ولد إذا عنده تنفس حماضي، عم بول كتير، عم بشرب مي كتير، بطنه عم بوجعه كتير، عم راجع كتير، ما تقول له أنت عندك التهاب معدة وأمعاء وتعطيه ديفوميت وتعطيه مية أملاح وتروح على البيت، لا. هذا ممكن يكون حالة مهددة للحياة، هي حماض كيتوني سكري DKA. هذا بيحتاج قبول في العناية المشددة وعلاج متقدم وعلاج هام. هي الطريقة الثانية بيجي فيها بشكل عام. فالسهاف وتعدد البيلات، السكر في البول بنشوفه قيمه لما بتجاوز العتبه الكلويه كلكم تعرفوه 180 ملغ بالديسلتر، الجوع الشديد، البوليفيجيا مع نقص وزن في معظم الحالات. بصيب الشباب والاطفال بشكل عام، مشان هيك صار اسمه سكر شبابي، ممكن يحدث قبل سن 30 بشكل فجائي، وان ممكن يحدث اثر عدوى فيروسيه او شده او خلل في
الـ HLA المستضد النسيجي ممكن يكون في عندنا خلل على مستوى الصبغي 6 أو الصبغي 11. فالصبغي 6 ممكن يكون في عندنا مشكلة بالـ HLA DR 3 DQ 2 ودي ار 4 او دي كيو 8. الاثنين والثمانية لهم ارتباط مع الداء الزلاقي ايضا. كروموزوم او الصبغي 11 يكون في عندنا مشكله على الدي كيو 8. ممكن اذا بعض المرضى اخذوا منهم خزعه يشاهد ارتشاح بوحدات النواه المونوسايتوسيس. المونوسايت تكون داخله على جزء لانجرهانس نتيجه العمليه الالتهابيه والهجوم بالاضداد. ايضا الاجسام المضاده ممكن تكون موجوده. تتطور علامات عندما يتخرب 80% من جذر او من خلايا بيتا في جذر لانجرهانس، وبالتالي تظهر الاعراض بشكل واضح. بصير عندنا تليفات وتلف في الجذر، ما بدل في عندنا انسولين بقى. الامراضيه بتختلف بين مكان ومكان، بس بشكل عام بامريكا 18 بالمئة الف، بفرنسا 8%، باليابان 1 بالمئة الف، باليونايتد كينجدوم بريطانيا 17. فاحنا عم نشوف انه اليابان اقل شيء، بينما بالولايات المتحده وبريطانيا اكثر شيء. النمط الثاني مثل ما قلنا هو عباره ارتفاع مزمن غير طبيعي بسكر الدم. 90% من المرضى بيكونوا سمينين بدينين بسبب مقاومه جسمهم لتاثيرات الانسولين. 10% غير بدينين، وغالبا السبب نقص انتاج الانسولين. سن البدء بالعاده فوق 40، مع بعض حالات تشخص بالعشرينات والثلاثينات. شو ميزاته الأساسية؟ كتلة جذر لانجرهانس بتنزل حتى 50% عن طريق مثلا وسيمات مناعية، وسيمات نووية، تكنيسيوم مشع 99 إلى آخره. في عنا نقص بإفراز الإنسولين. الآلية الأغلب للمرضى النحيلين مصابين بهذا النمط، أو نقص عدد مستقبلات الإنسولين بالعضلات والخلايا الشحمية. عوز نسبي في الإنسولين، مقاومة نسبية بالإنسولين عند البدينين. فالبدانة من الأسباب المؤهبة المعروفة الداء السكري. زيادة إنتاج الكبد الجلوكوز وزيادة ونقص قبض العضلات الجلوكوز. الكبد بصير بينتج جلوكوز أكثر وبيحل الدسم أكثر، وهذا بسبب هاي الآلية المعيبة المرضية. أعراضه أغلبكم تعرفوها أو كلكم: ارتفاع بسكر الدم، بصير عندنا إنتانات جلدية، بصير عندنا تعب وهن عام، بصير عندنا تعدد بيلات، عطاش وجفاف الفم، ورائحة خلونية، خل التفاح ورائحة التفاح متعفن من الفم، وهكذا، وتشوش الرؤية. بالنسبة للمقاومة للإنسولين في إلى أسباب وفي إلى نتائج. فالأسباب هي الأسباب الوراثية، لا يمكن التحكم بها بشكل عام. البدني ونقص النشاط الفيزيائي، الكسل وتجنب الرياضة والنشاط البدني. لازم يمشي الشخص نص ساعة يوم أي يوم لا، أو ممكن 5 أيام بالأسبوع. التقدم بالعمر أيضا نتيجة الركود، نتيجة نقص النشاطات الفيزيائية. بعض الأدوية أيضا وبعض الاضطرابات النادرة لسنا بصددها. نتائج: بصير عندنا داء السكري نمط 2، اضطراب شحوم الدم غالبا ترتفع بارتفاع الضغط الشرياني، وبصير عندنا تصلب شرايين مرتبط بالأثيروسكليروسيز العصيدة الشريانية. فالسكري نمط 2 هو نتيجة لمقاومة الإنسولين. مقاومة الإنسولين قد تتطور عند النمط الأول بعد فترة من علاج بالإنسولين، لأن الإنسولين عم بيرتفع كتير وما بحسن يدخل جوات الخلية، ما بحسن يأثر على الخلايا، ما بحسن يدخل السكر، فبصير مقاومة للإنسولين، ما بتعرف عليه الخلايا، فبده يجيبوا إنسولين أكتر. بدل مثلا كنت تعطي 5 وحدات للإنسولين، 5 وحدات للمريض، بيستجيب بيجي سكره طبيعي، بس ما التزم بحمية غذائية، ما التزم بنشاط فيزيائي، ما التزم بإزالة عوامل الشدة. هذا بيرفع مستوى السكر وبدك إنسولين أكتر، بدل 5 بدك 7، وبعدين بعد 7 بدك 10، وبالتالي بصير عندنا مقاومة للإنسولين. الشيء اللي حكينا اول شيء بنرجع نركز عليه هلا، علاقه البدانه بالداء السكري نمط 2. من خلال الدراسات الاحصائيه بين بادي ماس اندكس والسكر نمط 2 في علاقات احصائيه، المقارنه بين الذكور والاناث، وكانت النتيجه ممثله بالتالي على هذا الشكل. اذا اخذنا البادي ماس اندكس وهي كتله النسيج الشحمي تحت الجلد المتوزعه بكل احياء الجسم، نلاحظ انه بزياده هالكتله هي البادي ماس اندكس بي ام اي يزداد خطر اصابه الداء السكري، وهذا اوضح عند الاناث من الذكور، خاصة سن 40 وفوق، وبعد سن خلينا نقول الطهي، أو بعد سن الحملة، أو بعد سن خلينا نقول اضطرابات الهرمونات الأنثوية. ما راح نقول إنه هو سن اليأس، لأنه هو سن التفاؤل والنشاط. فإذا كان البادي ماس إندكس عند الذكور أكثر من 30، خطر نسبي 4.2، عند النساء
24 26 بيكون 3.8 وهكذا، لسنا بنسدد النسب ولكن نحسن نقول من 10 اضعاف اذا كان اكثر من 30. البدانه المركزيه الحشويه وتحط وتقاس بمحيط الخصر وهو المعيار الافضل. اذا محيط الخصر ازدياد محيط خصر يزداد خطر اصابه بالداء السكري رقم 2، يعني زياده محيط الكرش والخصر له دور اساسي بالبدانه المركزيه، له دور اساسي باستعداد للداء السكري ومقاومه الانسولين. فاذا كان محيط عند الرجال اكثر من 100 سم اللي هو 40 انش خطر نسبي بيكون 3.4، اما عند الاناث اذا كان محيط خصر 32 بيكون خطر 3.2 وهكذا حسب الكيرفات الموجوده هون اللي هي اخذت للاطلاع. التشخيص، التشخيص بيكون عيار سكر الدم الصيامي على الريق لازم يكون اكثر من 126 في قياسات متعدده، وناخذ قياسا ولا ناخذ قياسا واحدا ونعتمد عليه. فهون نحتاج ارتفاع مزمن وليس ارتفاع حاد لمره واحده، فلا يؤخذ بها. لازم يكون المريض مرتاح، ما ترعبه ما تخوفه، ممكن تقول له تعب بعد يوم يومين ثلاثه تكون مرتاح صايم منيح وهكذا. يعني سكر دم عشوائي مثل ما كان خده ممكن يكون مرتفع اكثر من 126. اختبار تحمل السكر الفموي او جي تي تي مثل ما قلنا قبل شوي 75 جرام وبعدين بنقيسه بعد ساعتين. الهيموجلوبين اي 1 سي اللي هو هيموجلوبين السكري معلومات بيعطينا عن سكر الثلاث شهور الماضيه، اذا كان اقل من 6% طبيعي، بين 6 و7 مضبوط بشكل جيد، اكثر من 8 غير مضبوط. اختبار سكر الدم الصيامي واختبار تحمل الجلوكوز بعد ساعتين. فاختبار سكر الدم الصيامي مقبول تحت ال 100، تحمل السكر بيكون مقبول تحت ال 140. قبل الداء السكري بين ال 100 و 125 سكر الدم الصيامي، اما اذا كان بين ال 140 وال 200 او 199 فهو بيكون ما قبل الداء السكري. الداء السكري مشخص اذا كان 126، اما اذا اختبار تحمل الجلوكوز بعد ساعتين فهو 200. ما هي الاختلاطات؟ الاختلاطات هامه جدا وكثير ما تستضيفونها في الحياه العمليه، وبيسالوكم كثير ناس باي جلسه بتكونوا جالسين عن اختلاطات الداء السكري. تصلب الاوعيه الدمويه الكبيره، امراض الشرايين الاكليليه، احتشاءات العضله القلبيه، الاستروكات الدماغيه، قصور الترويه في القدم وحدوث القدم السكريه. تصلب الاوعيه الدمويه الصغيره هي الشبكيه والكلويه والعصبيه والتقرحات الجلديه والانتانات المخاطيه. اذا شبكيه العين لك انضربت الشبكيه تشكلت اوعيه دمويه جديده، كلويا اعتلالات الكبب الكلويه وتبقى مستمره اذا لم تعالج حتى حدوث اضطرابات كلويه وقصور قبل كلوي او كلوي. لما بيرتفع سكر الدم شو بصير عنا؟ بصير عنا ادرار اوزمولي. اذا كان جلوكوز الدم اكثر من 1.8 جرام على اللتر يؤدي لادرار اوزمولي، فقدان الماء والحموض الامينيه والشوارد. مو بس السكر بيضيع بالبول، بيضيع ايضا المي والحموض الامينيه والشوارد وايضا الفوسفور. سكر مفرط وهو بيكون زياده الجلوكوز الدموي بيؤثر بوظيفه الالدهايد مع وظيفه الامين، فبتشكل اساس اسمه شيف، والهيموجلوبين السكري هو مثال على ذلك. تراكم السوربيتول بتحول الجلوكوز بتاثير الدوليز ريدكتيز الى السوربيتول، بتحول لفركتوز. السوربيتول بتراكم والفركتوز بالنسج، هذا بيسوي عوز وهذا بيؤدي الى عوز بايش؟ بالانوسيتول، وبالتالي تتبدل القدره التاكسديه الارجعيه في الخليه باتجاه الارجاع، وبيتبهدل وضع المريض وبيدخل باختلاطات الداء السكري الخطيره. التدابير الاساسيه، نحن كل هالحكي كان موجود لنعرف شو هو الداء السكري شو هي اليته، هلا بدنا نحكي بقى عن اهداف المعالجه. مع انه كان ممكن انه واحد يحكي فورم باهداف المعالجه، ولكن قد تكون منقوصه هذه الاهداف او هذه المعالجات بعدم معرفه اليه الداء السكري. الهدف الرئيسي لمرض السكري هو الشفاء التام، هذا غير ممكن حاليا مع الاسف الا اذا كان في انماط المودي اللي حكينا عنها ممكن هذاك يطيب، او الداء السكري عند الوليد حديث الولادة ممكن يطيب لانه يكون اليته غير مزمنه. لكن اليات الداء السكري خاصه تايب 2 فهي غير قابله للتراجع بشكل عام. الهدف انه حياه افضل، يعيش احسن، يسيطر على الاعراض، ياخر الاختلاطات، توازن السكر الدموي، مراقبه الجلوكوز في الدم والكيتون والجلوكوز في البول. تدبير الداء السكري بيتم عن طريق المحافظه على التوازن الطبيعي للسكر الدموي، ضبط الضغط الدموي، ضبط الوارد الغذائي، حميه غذائيه، رياضه، نمط حياه، استعمال ادويه، تجنب الضغوطات، محاوله مثلا تغيير مكان السكن، تغيير ضغوطات العمل وهكذا. قسط من الراحه والى اخره. الحميه ضبط متوازن بحيث يكون بدي ماس اندكس بين 18.5 و24.9. انقاص وارد الدسم، هون بحب اقول شغله، وارد الدسم اللي لازم ننقصه هو وارد الدسم النباتيه، يعني موجوده بالسمن النباتي. مثلا السمن زيت النخيل، زيت الصويا، السمن المهدرج.
الزيوت المستخدمه بقلي البطاطا المقليه، الباذنجان المقلي المستخدمه ببعض البيتزا، هذول اللي لازم احنا نقصهم يعني. اما الدسم الحيوانيه مثلا دهن الغنم، دهن البقر، دسم حيوانيه، فيتم استخدامها بشكل معتدل ولا ينصح بانقاصها لما لها من اهميه وظيفيه بالكثير من الوظائف الحيويه البيزيولوجيه البيولوجيه. اما البروتينات فبننصح باخذ وارد طبيعي من البروتينات في النمط الاول، يكون في طور النمو، ولازم تعطيه مثلا هذا الطفل بيكبر لازم تعطيه بروتين كافي، ممكن تعطيه انت بين 1.5 ل 2.6 جرام بروتين على كل كيلو حتى يزيد وزنه بشكل كويس، يكبر عضلاته ويطول ويسمن بشكل طبيعي. النمط الثاني فبصير عندك اضرار اسمولي، فبروحوا البروتينات بالبول، خاصه اذا كان في عندك اكثر من 180 ملغ بالسيلتر، فبالتالي انت بحاجه تعوض البروتينات. اللي بيصير بعض الحميات الخاطئه بيقول له انه انت لازم تنحمي عن اللحمه، تنحمي عن البيض، وهذا الشيء خطا. مثلا اللحوم يعني فيها بروتين، انت عندك كل 100 جرام من اللحمه مثلا فيه حوالي 23 25 جرام بروتين، فانت لازم تعطي المريض يعني 1.5 ل 2 جرام وسطيا او 2.6 جرام بروتين باليوم على وزنه، اذا وزنه 70 بده 70 جرام، هو بده 200 جرام ل 300 جرام لحمه مثلا، او بده ثلاث لاربع بيضات مثلا. خلينا نقول ممكن البيض غني جدا بالبروتين، خاصه البياض يعني بنحسن نحكي عنه هو الحموض الامينيه البيبتيدات، ممكن ياخذ صفار واحد او نص صفار وباقي الصفارات ما ياخذهم، ياخذ بس البياض عشان ياخذ بروتين كافي يعني. كربوهيدرات لازم يغطي 50% من الطاقه الكليه، الحميه لا تتضمن ايقاف السكر فهو خطا كبير الخلايا تحتاجه خصوصا الخلايا الدماغيه. ايقاف السكر بشكل كبير بشكل عام بشكل كامل تقريبا هو بيمشي مع الحميه الكيتونيه، حميه كيتونيه مشان انه يعتمد الجسم على مصدر طاقه من الكيتونات اللي جايه من تخرب النسيج الشحمي، وهي بتنزل الوزن بشكل كويس، ولكن لها مخاطر اذا لم يتم اتباعها ضمن اختصاصي تغذيه او عند طبيب غديه مخضرم، لما لها من اختلاطات اثناء كسر حميتها. الكربوهيدرات المطلوب مو شرط يكون هو السكر، يعني المقصود فيه سكر الطعام الابيض، فهو لا ينصح به بشكل عام لهؤلاء المرضى، ينصح به بعض انواع السكريات المعقده المركبه التي تمتص ببطء، ينصح ببعض الكربوهيدرات الموجوده في الخضروات، موجوده في بعض انواع الفواكه دون الافراط منها، ويجب قياسها بشكل دقيق. الفعاليه الحركيه بزياده النشاط الفيزيائي هو هام جدا، انه انت لازم توصل لمعايير معينه تتعلق بسكر الدم بين 90 و130، الهيموجلوبين اي 1 سي اقل من 7، السكر بعد وجبه 580، الضغط الشرياني 13 على 8، ولازم هلا حاليا بالدراسات الحديثه 12 على 8، كوليسترول السي ال دي ال اقل من 100 او اقل من 70 في حال وجود عوامل خطر اخرى، تريجليسيريد اقل من 150، كوليسترول عند الرجال اكثر من 40، وعند الاتش ال ال اتش دي ال سي عفوا يعني الصحي او الفيزيولوجي او الذي يحارب الاثيروسكليروسيس اكثر من 50 عند السيدات واكثر من 40 عند الرجال. قد نصادف اضطرابات تخثر، ننصح المريض بتناول الجرعه يوميه من الاسبرين مقدارها 81 ملغ بشكل عام، هذا يتم باستشاره طبيب الغديه وطبيب الداء السكري. الانسولين التجاري معالجه تعويضيه بديل عن الانسولين الطبيعي، بتعرفوا حضرتكم انه هو بيجي باشكال يعني امبول او اقلام للحقن، بشكل عام هو الماء هو الفعال، هناك بعض الدراسات التي حاولت انه يكون على شكل فموي او على شكل مضخه. المرضى الذين تتطلب حالتهم استعمال الانسولين الخارجي، من هم المرضى الذين تتطلب حالتهم استعمال الانسولين الخارجي؟ كل مرضى نمط واحد معتمد على الانسولين ديبندد اون انسولين بدهم معالج بالانسولين. بعض مرضى نمط اثنين، المرضى الذين اصبحت لديهم خلايا بتا في جزر الانجنهاز تالفه مرضيا واهنه بسبب الشده والادويه ومخربه بسبب الفيروسات والسرطانات، تختلف مستحضرات الانسولين فيما بينها في بدء التاثير ومدة التأثير ودرجة النقاوة ومصدر الموجود منه، هل هي مثلا بشرية أو حيوانية، مأشوب وراثيا أو مأشوب وراثيا أو من الحيوانات مثلا البقر أو الحصان بعيدا عن الخنزير. الإنسولين البقري يختلف عن الإنسولين البشري بثلاث حمض أمينية، بينما الخنزيري يختلف بحمض أميني واحد. الهندسة الوراثية عملية التأشب بتقنية الـ DNA سمحت بتصنيع الإنسولين، له تركيب شبيه جدا فأطلقوا عليه اسم الإنسولين البشري المأشوب وهو الأفضل ونقاوته 100%،
في منه أقلام وسرنجات ومضخات وزجاجات وإنشاقي أيضا. هاي لأن الأشكال الموجودة. ما هي النماذج الرئيسة لمستحضرات الإنسولين؟ عندنا قصيرة الأمد ومتوسطة الأمد اللي تحوي الزنك أو البروتامين، ومديدة التأثير تحوي الزنك والبروتامين، ومحاقن مع خرطيش اللي هن بيكونوا أوبتيبن وأوبتيسيت وبينيثال. هذا الجدول فيه تأثيرات إنه إمتى تبلش وإمتى الذروة وإمتى المدة. قصيرة التأثير خلال نص ساعة بتضل ساعة على ثلاث ساعات بذروته وبتضل سبع ساعات. متوسط التأثير خلال ساعة، الذروة خلال ساعتين لست ساعات وبتضل بجسم 20 ساعة. مديد التأثير بتضل بجسم 30 ساعة وبالذروة بتكون بين 12 و 20 ساعة، ومدة التأثير بدايتها بتبدأ بأربع ساعات. عندنا الكيرفات الموجودة على اليسار هي أشكال تجارية، اسمها تجارية بلونج أكتينج وشورت أكتينج وإنترميديت أكتينج ورابيد أكتينج، يعني البدء السريع مثل الهيومالوج، يعني عم يشوف أنه خلال ساعتين هو عم بيوصل للقمة وضل بجسم أربع أو خمس ساعات. الشورت أكتينج الهيومالر آر بيبدأ كمان تأثيره خلال ساعة لساعتين، بيوصل على القمة خلال ثلاث ساعات وبعدين بضل بجسم 12 ساعة وهكذا. أنماط الإنسولين المتبعة وهي الإنسولينات قصيرة التأثير والإنسولينات مديدة التأثير بشكل عام، وعندنا أيضا متوسط التأثير، لكن بشكل عام نحن عم نشتغل على الإنسولينات القصيرة والمديدة. عندنا أربع أنماط من الإنسولينات القصيرة، الأكترابيد، أكترابيد اللي هو أيضا مع بعضهم يسميه أكترابيد آر، في منه هيومن آر وهو سريع التأثير وبينعطى لداء الحماض الكيتوني السكري بوحدة العناية المشددة. الهيومالين آر كمان ممكن نعطيه، في الإنسولين لسبرو كمان ممكن نعطيه، في الإنسولين رابيد كمان ممكن نعطيه. هذول كلهم قصير التأثير، سريع بسرعة ببلش تأثيره خلال نص ساعة لساعة. أما الإنسولينات مديد التأثير مثل الجلارين أو جلاريجن أو اللي هو اسمه تجاري لانتوس، هو إنسولين بشري صنعي مدة تأثيره أكثر من 24 ساعة ل 30 ساعة، لا يمزج مع أي إنسولين آخر في نفس المحقنة، وما في قمة تأثير، طلب بلاتو مثل الهضبة، مستوى شبه ثابت. قبل ما ينام المريض نعطيه، بيغطي كل الليل وفي المريض بيصبح مرتاح. بعض المعلومات السابقة ممكن ان احنا نستخدمها ونستفيد منها. للسيطرة القاعدية على مستوى سكر الدم ممكن ناخذ مشاركة الانسولين اسبرو نحطه مع جلوسيرين، يعني هذا شيء متعلق بأمراض الطبيب الغدية، وهناك بعض الملاحظات على هذه المشاركة، ومنهم من لا يوافق عليها، والكثير منهم من يتبعها. فنحن بشكل عام بنتبع هذا الشيء بالنسبة لللانتوس. حقن تحت الجلد ما بينعطى بالوريد إلا في حالة الطوارئ. الميكس إنسولين الإكس، الميكس أو الممزوج أو المختلط يكون فيه إنسولين سريع ومديد تأثير بنسب مختلفة، ممكن 30 70 ممكن 50 50 ممكن 80 20 إلى آخره، حسب الدراسات وحسب التجارب وحسب الشركة الدوائية المصنعة. الإنسولين الإنشاقي أو المستنشق الانهيلد إنسولين، لهذا ترخص بال 2006 ينعطى عن طريق الاستنشاق، كانت فعالية الدواء مشابهة لفعالية قصير التأثير لكن كتير كتير مرتفع الثمن. بعدين تم سحب هذا الدواء من قبل الشركة المصنعة فايزر لأسباب تجارية، مثل ما انسحب مثلا الفيتامين A كعلاج حقن وريدي بالار دي اس لغلاء ثمنه في امريكا. هلا بعدين النمط الرابع في عنا الافريزا، هو انسولين استنشاقي او مستنشق بشري سريع التاثير، يعطى الاستنشاق في بدايه الوجبه خلال 12 دقيقه لربع ساعه بكون تمام، بوصل خلال نص ساعه ل 45 دقيقه لذروته، بعدين تعود تركيز بلازميه للجلوكوز مستوياتها خلال ساعه ونص ثلاث ساعات من الوجبه. هذا هو الافريزا، هو اف دي اي ابروفد بالحزيران 2014. امتصاصه أسرع من الإنسولين قصير التأثير، لا يستعمل كبديل الإنسولين مديد التأثير، ممكن نشاركه مشاركة، لا يستعمل في حالة حماض كيتوني السكري اللي هو حماض الخلون السكري، ولا توجد معلومات حول فعاليته أو سلامته عند الأطفال أصغر من 18 سنة بشكل عام، في بعض التجارب لكنها غير دامغة، لا توجد معلومات حول فعاليته أو سلامته لدى المدخنين، ولا يستعمل عند المدخنين الذين أقلعوا حديثا عن التدخين أقل من 6 أشهر وذلك لتداخله مع
اختلاطات تدخين واختلاطات وآلية تدخين وآلية النيكوتين. تأثيرات غير مرغوبة، بنزل سكر الدم بسرعة، فهو إنسولين، إنسولين بنزل السكر. مشاكل رئوية مفاجئة، ممكن يعمل بروكوسبازم، تشنج قصبي. فلازم كثير بينصحوا أطباء الغدية إنه واحد يرجع طبيب الصدرية والتنفسية عشان يعمل وظائف تنفسية، وظائف الرئة، سبايرومتري قبل البدء، بيستعمل الدواء وبعد 6 أشهر من بدء العلاج. ارتكاسات تحسسية شديدة، نقص بوتاسيوم الدم، طبعا السكر الإنسولين عفوا الإنسولين يقوم بخفض بوتاسيوم الدم داخل جوة الخلية. قصور قلب عند المشاركة مع ثيازيدورينيز TZDS، هذا الشيء كمان وجد في بعض الدراسات لكنه ليس شائعا حقيقة. هي تأثيرات غير مرغوبة ومن المآخذ على هذا الإنسولين، ويتم دراسة هذا الموضوع لإيجاد حل للتقليل من هذه التأثيرات الجانبية. ما هي الكونترا انديكيشن؟ مثل ما شفنا بالتحذيرات والغير مرغوبة أو غير مرغوبة، رئويا والحساسية وإصابة القلب، أمراض رئوية مزمنة مثل الربو وتنادر الرئوي والانسداد المزمن. أنت ممكن تشوف مريض سكري عنده COPD، فحكما لا ينصح باستخدامها أو مضاد الاستطباب أنه تعطيه. هبوط سكر الدم المتقطع أو الذي يحدث بشكل عام بعد الفجر أو الذي يحدث بعد النوم أو عند الاستيقاظ عفوا، هذا ما بصير تعطي. الحساسية أكيد ممنوع لكل الأدوية بشكل عام. طبعا الأطفال المدخنين ما بصير تعطيه، تحت 18 إنه ما بنعطيه، مدخن ما بنعطيه. طبعا ليش عندنا مشكلة معه؟ لأن نسبة كبيرة من المصابين بالداء السكري هم مدخنون أساسا. ما هي الاستعمالات السريرية للإنسولين؟ يستخدم بشكل رئيسي في معالجة السكري معتمد على الإنسولين من النمط الأول وغير معتمد في النمط الثاني في الحالات التالية. إذا صار إنتان حاد عند مريض غير معتمد، مريض كان بياخد مثلا إنسولين عفوا بياخد مضاد سكري فموي، صار عنده إنتان حاد، ذات رئة حادة، احتشاء مثلا، صار في عنده عملية جراحية، فهذا بياخد إنسولين. امرأة صار عندها حمل، صار في حرق متوسط الشدة درجته 10 أو أكثر وغير مضبوط، فيتم استخدام الإنسولين حتى لو كان هو ما بيستخدمه من قبل. الحماض الكيتوني السكري DKA هو حالة إسعافية بامتياز، مثل ما أن تطلب إعطاء الإنسولين قصير الأمد حقنا وريديا أو تسريبا وريديا مع السيروم الملحي الفيزيولوجي وتعويض كلور بوتاسيوم، لأن الإنسولين بينقص البوتاسيوم الدموي ويدخله جوة الخلية. هون عندنا نقطة صغيرة، إنه بالحماض الكيتوني السكري أول ما بيجي المريض إحنا بنفتح له وريدين. الوريد الأول بنعطي له سيروم ملحي بس خلال أول ساعة، وبعد ما نمنا الحجم داخل الوعائي بعدين نعطي الإنسولين، ما بنعطي الإنسولين فورا، لا بعد ساعة من إعطاء سيروم ملحي فيزيولوجي. الآلية الإمراضية هي نقص قبض الجلوكوز في الخلايا، زيادة انحلال الجليكوجين، زيادة استهلاك السكر، ارتفاع مستويات السكر بالدم، ارتشاح السكر والكيتونات في البول. انحلال الدسم، ترتفع مستويات الحموضة الدسم الحرة، بيزداد معدل اصطناع الكيتون، وبالتالي بيرتفع سكر الدم ومن ثم يرتفع كيتون الدم. الآليات السابقة في الحماض الكيتوني السكري تؤدي إلى 5 مشاكل. أول شيء زيادة رشح الكبد للسكر والكيتون في الكلية، بصير إدرار أزمولي، بيرتفع صوديوم بالبول والماء بالبول، بينقص حجم البلازما، بصير تجفاف، وبالتالي بينخفض مستوى ضغط الدموي الشرياني وينخفض الضغط الدموي الدماغ، ممكن يحدث سبات وتغير معي، وأيضا ممكن تحدث وذمة دماغية. تزداد حموضة البلازما، حموضة البلازما بينخفض البيكربونات. طبعا لا ينصح بتعويض البيكربونات إلا بشروط قاسية، أهمها أنه pH أقل من 7.1 والبيكربونات أقل من 3، ولا ينصح بتعويضه إلا بعد ملء الحجم داخل الوعائي والتأكد مرة أخرى من غازات الدم الشرياني. الصورة هي بتلخص الحكينا، ممكن الاستعانة بها أثناء ترخيص والدراسة DKA. طبعا اغلب الادويه لها تاثيرات غير مرغوبه، مثل الانسولين غير مرغوبه بنزل السكر، ممكن يسوي سبات، ممكن ارتكاز تحسسي الارجائي، مقاومه ريسيستنس للانسولين، حثل شحمي للدسم تحت الجلد او قرب مكان الحقن، لذلك ينصح المريض بتنوع اماكن الحقن. يعني مره بنحقن مثلا بجلد العضله الداليه على اليمين 3-4 حقنات، مره على اليسار 3-4 حقنات، بعدين نرسم حوالين السره دائره ومنرقم الساعات مثل ساعات، الساعة 12، 1، 2، 3، 4، 5، كذا كذا إلى أن نرجع ل 12، كل حقنة بتكون عند ساعة معينة عشان ما نحقن بنفس المكان، تجنباً لحدوث وتقليل طبعاً الحثل الشحمي للدسم مكان حقن الإنسولين.
زيادة الوزن وهو قد يكون تأثير مرغوب، لأن معظم مرضى النمط الأول نحيلين. المقاومة للإنسولين تتطور بعدة أسباب: العمر، معالجة بالإنسولين فترة معينة، والبدانة، ونقص النشاط الفيزيائي والرياضة، والأسباب الوراثية، وهناك اضطرابات نادرة واستقلابية ووراثية ومتلازمات. من أهم النتائج أداء السكري من نمط 2، ارتفاع سكر الدم، مقاومة، تصلب الشرايين، ارتفاع الضغط الدموي، اضطراب شحوم الدم بارتفاعها، ويحدث ارتفاع للدسم بشكل عام، ارتفاع القابلية للخثار في الحالة الالتهابية هايبر كوأجلوباثي، ويتم تدبيرها باستخدام الإنسولين تقريبا يوميا وبجرعات صغيرة، ومنهم من ينصح باستخدامه كل 3 أيام مرة، ومنهم من ينصح باستخدامه مرة في الأسبوع حيث أن عمر الصفيحات 7 أيام. نصل إلى الأدوية اللا إنسولينية القابلة للحقن Injectable Non-Insulin Agents، وهي أدوية حديثة العهد لمعالجة الداء السكري النمط غير المعتمد على الإنسولين، يمكن أن تحسن من وظيفة خلايا بيتا وندرس منها. مشابهات الأميلين اللي هي سيميلين واللي هي برا أو براميلينايتيد، وهي مشابهات الإنكرينات أو مشابهات الجي إل بي واحد اللي هي تسمى البيتا. نحكي عن الأميلين اللي حكينا عنه أول شيء، نوصف بالثمانينات، منظم هام لتدفق الجلوكوز إلى الدم، هرمون عصبي غدي يتألف من 37 حمض، يتوضع ويفرز مع الإنسولين من خلايا بيتا مثل ما قلنا، يتناقص في النمط الأول والثاني بشكل تشابه مع الإنسولين، يثبط إفراز الجلوكاجون، يبطئ إفراغ المعدة، يؤخر امتصاص السكر بعد الوجبة، ويرسل إشارات الشبع إلى الدماغ. جميع مؤشرات تأثيراته السابقة متممة للإنسولين، فهو ينقص مستوى الجلوكوز الدموي. لكن شو أنه نحن ما له استخدام كتير، وظيفته الأساسية أنه يخفف من ارتفاع سكر الدم بعد الوجبة ب3 ساعات، تعطيه قبل الوجبة وبعد الوجبة 3 ساعات، يسبب تنظيم لمستوى سكر الدم بشكل عام، ولكنه فعاليته لم تكن مثبتة كثيرا فليتم استخدامه بشكل عام. السايملين اللي هو هرمون مشابه وصنعي لهرمون الأميلين ممكن يستخدم بالولايات المتحدة كمساعد للإنسولين. أريد تأثيره يستعمل في النمط الأول والثاني، ويستعمل حقن تحت الجلد قبل الوجبة الطعامية فيبطئ من إفراغ المعدة، يمنع ارتفاع جلوكاجون المصل بعد الوجبة الطعامية وينقص جلوكوز المصل، يزيد الشعور بالشبع وبالتالي يحدث تناقصا في الوزن، ممكن ناخده كإنقاص الوزن. أيضا الأميلين من أصل الوزن ينقص الخطاب هيموغلوبين A1C معدل 0.5 إلى 7%. لا يجوز مزجه مع الإنسولين وهو غالي الثمن جدا، وهذا يمكن أحد الأسباب اللي حدد من استخدامه. تأثيرات غير مرغوبة 30% أعراض غثيان وهبوط في السكر ونقص شهية. الجرعة 60 ميكروغرام حقنا تحت الجلد قبل الوجبات، مدة تأثيره قصيرة فممكن تحقنه قبل ساعة من الوجبات 3 الأساسية. أماكن تأثير: خلايا بيتا لا تأثير لأنه مشابه، خلايا ألفا يثبط إفراز جلوكاجون، الكبد ينقص خروج جلوكوز من الكبد نتيجة تثبيط تصنيع أو تثبيط الجلوكاجون على خلايا ألفا. الجملة العصبية المركزية Central Nervous System بينقص الشهية وبسوي شبع، بالتالي بينزل الوزن. المعدة ببطئ إفراغها وبالتالي بينزل الوزن. هي أماكن التأثيرات الخمسة الأساسية. الإنكرينات هي مجموعة من الهرمونات الاستقلابية بتنزل سكر الدم بعد تناول الطعام. هي مشابهات للجلوكاجون، اسمه جلوكاجون لايك بيبتايد 1 وهو الأهم، كما يوجد جاستريك انهبيتوري بيبتايد، البيبتايد المثبط المعدي اللي حكينا عليه أول شيء. هاي الآلية مرسومة بشكل توضيحي. بشكل عام الجلوكاجون لايك بيبتايد 1 وهو هرمون ينخرج من خلايا L في الأمعاء الدقيقة كجواب لتناول الطعام، وهو ضروري لاستتباب الجلوكوز الدموي حيث يؤثر على خلايا بيتا يزيد إفراز الإنسولين معتمد على الجلوكوز. خلايا ألفا ينقص إفراز الجلوكاجون بعد الوجبة الطعامية، المعدة يبطئ سرعة إفراغ المعدة، وسي إن إس ينقص الشهية والوزن. الكبد عندما ينقص الجلوكاجون ينقص خروج الجلوكوز من الكبد. بشكل عام هي التأثيرات
عامة ممكن نحفظها، هي متشابهة، تنقص الوزن، تنقص الشهية، بتبطئ سرعة إفراغ المعدة، وينقص خروج الكبد، ينقص خروج الجلوكوز من الكبد. معلومة استقلابية بسيطة، أنه هدول الهرمونين حكينا عنهم يتم تحويلهم لأشكال غير فعالة عن طريق الدي بي بي 4 كمعلومة للإطلاع. البايتا أو إكزيناتايد هي مجموعة من العوامل تستخدم في تدبير الداء السكري من نمط 2، وتقلد الإنكرينات بآلية العمل الطبيعية بزيادة إفراز الإنسولين معتمد على جلوكوز في التأثيرات المنظمة للسكر. آلية التأثير بشكل عام تنبه مستقبل جي ال بي 1 في خلايا بتا من جزر لانجرهانس، تنبه إفراز الإنسولين كجواب للجلوكوز الفموي، بتثبت تحرك الجلوكاجون، عم نشوف مشابه لما ذكرناه أعلى، وبتبطئ إفراغ المعدة، بالتالي بتنقص الشهية وبتنزل الوزن. إذا تأثيرات الثلاثة لآخر ثلاث أدوية نفس الشيء. تأثيرات شو بنستخدمه؟ هو إنه علاج مساعد للإنسولين من نمط 2، علاج مساعد الداء السكري من نمط 2، ولكن لوحده ما يمشي الحال نستخدمه إلا في حالات معينة أثناء عدم ارتفاع السكر بشكل كبير، وبعض الأنماط التي يكون فيها ضبط واستتباب لمستوى سكر الدم على مدى عدة أسابيع أو أشهر. كمان بينزل من الهيموجلوبين A1C معدل النص الواحد، وبينزل الوزن كيلوين 3 خلال 6 شهور، وبيخفض التأثير، بيخفض سكر الدم. تأثيرات غير مرغوبة، الغثيان مثل ما قلنا فوق، الأقياء، لكن هون عندنا شغلة إنه 30% بيسوي إسهالات، 30% بيسوي إسهالات. الجرعة 5 ميكرو جرام تحت الجلد حقن مرتين باليوم، سحب واحدة الصبح وواحدة المساء قبل ما تاكل بساعة. ما بحسن أعطيه لوحده أبدا، يمكن إضافته إذا لم يكن ضبط السكر كافيا. هاي الإضافات، المدواء السريرية، هاي الإضافات لثلاث عوامل مساعدة، هي تكون تقريبا شبه محصورة بأطباء الغدية وبعض أطباء الداخلية المتمرسين، فلا يتم وصفه بشكل روتيني مع مرضى السكري، وهو في العمل أغلب غير متوفر في منطقتنا، فلا يتم العمل عليه. ما هي المساوئ وما هي المزايا؟ المساوئ انه بدك تحقنه مرتين، المزايا انه فينك تشاركه انت مع الميتفورمين، مع تيازيدات، مع السلفونيليوريا. نصف عمر الحيوي قصير من مساوئه، بسرعه بيخلص. الشيء الكويس في اقلام 5 ميكرون و10 ميكرون، مرتفع الثمن عشان هيك ما بوصل لعنا، وغالبا بيستخدم فقط الدول المتقدمه. شيء كويس انه بنزل الهيموجلوبين A1C على مستوى 3 اشهر على مستوى بين النص الواحد. تأثيرها تضمية غير مرغوبة، بس ممكن ننزل الوزن مثل ما قلنا كيلوين 3 كيلوات بالست شهور أو ثلاث شهور. بس في عنا شغلة إنه مرضى السكر نمط واحد ما فينون ياخذوه، لأنه بيسبب نقص السكر الدم بشكل كبير، ممكن يكون غير محسوب، وهذا كما تعلمون جميعا إن نقص السكر الدم لذو خطورة أكبر من ارتفاعه بشكل عام. ثلاثة، ليرا جلوتايد اللي اسمه التجاري فيكتوزا، مشابه حديث، مديد التأثير، هذا قصير هذا مديد. فصار في عملية أستلة في سلسلة حمض شحمي، هاي معلومة كيميائية حيوية بحتة. طريقة الإعطاء تحت الجلد مرة باليوم، هداك مرتين، هداك إذا تعطيه قبل الوجبة بنص ساعة أو ساعة، هذا ما له علاقة بتقدير الوجبة أو توقيت الوجبة عفوا. فممكن أنت تعطيه بمقدار تقريبا بين 6 بالعشرة 1.2 ملي جرام، عمره الحيوي أطول، لا يعطى لوحده أبدا مثل اللي قبله. ممكن نضيفه إذا لم يكن ضبط السكر كافي لمريض، عطيته أنت الميتفورمين، ميتفورمين أو سيلفاناميد أو أدوية فموية أخرى. لا تعطى مشابهات للإنكريتين أثناء الحمل والإرضاع، هام جدا، مرة حامل مرة مرضع ما فينك تعطيها، ما في دراسات على الشيء، ممكن يصير تأثيرات جانبية تانية. يجب بدء العلاج بشكل تدريجي لتجنب التأثيرات الهضمية. مقارنة صغيرة بيناتهم بين مشابهات الإنكريتين ومشابهات الأميلين. مشابهات الإنكريتين يشابه تأثير الجي ال بي 1، بينما إيميلين مثل ما أنه هو بينفرز من بيتا، هو بشبه الإنسولين تماما. الإنكريتين تعطيه للنمط الثاني، الأميلين مشابهاته النمط الأول والثاني، اثنيناتهم بتنقص الوزن، بتنقص الوزن والشهية، وممكن تأثيرات هضمية وغثيان، واثنيناتهم ممكن يعملوا هبوط مستوى سكر الدم. بعض الأدوية الموجودة هون وهي للإطلاع، وهي الإطلاع، واللي بهمنا منها هو إجلارجين،
هذا بهمنا، والريجولر هذا بهمنا، والأسبارات كمان بهمنا، الباقي ما كتير شائعين والحين ما مستخدمون. أما بالنسبة للعوامل غير الإنسولين قبل الحقن فهن أخذناهن، الإكزنتايد والبراميلينتايد، هدول واحد مرة واحد مرتين باليوم. كمان فينا استذكر هالمعلومة من الناحية النظرية. وشكرا جزيلا لكم، أخذنا اليوم محاضرتين أو جزئين من المحاضرة. الأهم الأساسي اللي لازم نركز عليه قبل أن ننهي المحاضرة هو الإنسولين بشكل عام، آلية عمله، آلية تطبيقه، مشابهات الإنسولين بشكل خاص، بعض الأدوية الإنسولينية القابلة للحقن اللي ممكن تساعدنا على ضبط السكر، اختلاطات، آلية العمل، آلية إفراز الإنسولين، آلية إفراز مشابهات الإنسولين، وآلية عمل خافضات أو آلية عمل أو آلية حدوث الدي كي اي، حماض الكيتون السكري بشكل عام، هي من المعلومات السرية الهامة. المطلوب هو الأهم في الأشياء بهذه المحاضرة، بحيث يكون طبيب السنة الخامسة لديه معرفة واسعة على مستوى هذه الأدوية، أيضا عوامل الوقاية وعوامل التخفيف من البدانة وزيادة النشاط البدني الفيزيائي، وما هي قيم التشخيصية لداء السكري، وما هي القيم الحدية ما قبل السكري، وكيف يتطور السكري خلال مسيرة قبل 10 سنوات إلى أن يحدث السكري، وأيضا ماذا يحدث من اختلاطات خلال 5 و10 و15 سنة بعد الإصابة بداء السكري. هل يوجد أي سؤال أو استفسار من الزملاء الأعزاء؟ ممكن حدا يجاوبني بعد إذنكم، إذا ما في أي استفسار ننهي المحاضرة. الله يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك، شكرا دكتور. إذا لا يوجد سؤال من الزملاء، لا يوجد سؤال، نلتقي بكم الأسبوع القادم إن شاء الله، نحدد وقت، ورمضان مبارك عليكم إن شاء الله، سأل الله سبحانه وتعالى يقيمكم فيه على القيام والصيام. نحدد وقت إن شاء الله عن طريق دكتور محمد لإعطاء المحاضرة حسب ما ترتأونه، حسب ما يكون مناسب للجميع. وشكرا جزيلا لكم، أستودعكم الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.